ايوه اكشف 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 يلا. وألذ صينية دجاج ممكن ذوقها هي صينية المسخن، صينية المسخن الفلسطينية اللي بنصلحها اليوم بس بطريقتنا احنا. ممتاز. لكن بنستخدم اهم التكنيكات اللي هو اول شيء البصل، البصل مقطع جوانح، الثاني كميات كبيرة بعد، حلو، زيت الزيتون، زيت الزيتون الاصلي، السماق، السماق الاصلي، هذه اهم ثلاث اشياء. بعدين بنضيف حنا اضافات اللي هي الدرجة الثانية، القرفة والثوم والفلفل الاسود. والفلفل الاسود. نقول بسم الله ونبدا. بسم الله توكلنا. يلا خلنا نبدا. اول شيء بنستخدمه زيت الزيتون. بالضبط. بسم الله. ذهب. ذهب. طبعا يا جماعه اذا بغيت تطلع طبخ صح خاصه مسخن اكرمها بالزيت، اكرمها بالزيت وجيب زيت زيتون صح. ممتاز. زيوت البقره ذي ما تصلح. ابي كوب زيت زيتون. حط الزيت اول شيء. حلو. تمام. ندعك دعك. إيه. نعطيها بالبهارات. حلو. وبعدها السماق ولا القرفه؟ لا السماق اخر شيء. اخر شيء هذا الثوم البصل البودره. اوه ما شاء الله تبارك الله. تمام. عندي فلفل اسود. فلفل اسود شيء زين. كرمها بالفلفل الاسود تحبها صراحه. كفو والله. تمام. حلو. بعدها ندعك نسوي لها مساج. مضبوط. حلو. نحط الملح. بدأت اتلفف الملح. هذا ملح ايطالي من جزيره ايطاليه. عضوي. الجزيره هذه سبحان الله ثلاث ايام في السنه تطلع تظهر، يعني المويه يقل فيها فيبدون يجمعون منها الملح. انا اول مره عرفته وشريته تقريبا قبل 6 سنوات فكنت دائما ما اشتريه. جبار. طعم جميل ويعطي نكهه. نحط الملح الحين ولا اول شيء البابريكا؟ لا نحط البابريكا. بابريكا. هذا بابريكا اللي جاينا من ابو منار. منار. نسينا ابو منار راجع جزاه الله خير. منار فكرت خلصت الدفعه الاولى. لا لا بجاه. موجود موجوده. ما شاء الله جاي بخير. ما شاء الله. الله يكثر خير. هذه كرمة. قرفة. والاخر شيء؟ لا 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 مرة واحدة. على طول يعني. كذا كذا على طول. حط على يدي. ترى بتتلبد. لا لا انا لا بافرك الدجاج. تبي تتلبد. يلا. بس. القرفة سبحان الله ما يصلح تصير كثيرة. بعدين تقوم مثل هذه ترقى 3 جرام بس. صح. ولا 5 جرام. لان فيها كثافة مرة عالية. هذا السماق. طبعا يا جماعة السماق انواع، شوفوا هذا لونه اسمر. اسمر زياده. هذا الاصلي. هذا الاصلي. في السماق الثاني اللي يجي لونه احمر هذا مو بسماق، هذه شجره ثانيه شبيهه بالسماق ونفس نكهتها. ارخص. ارخص فحطينا يعني كتجاريه. حط. يلا بسم الله. ترى طعمه قوي. حط حط حط. هذا يطلع لون زي لون الموف تقريبا. بس تمام كذا. يلا. نفركها فرك. تمام. هذه المرحلة الأولى خلصت. الأولى جاهزة. بنصلح المرحلة الثانية البصل. خليكم معنا. المرحلة الثانية البصل. لازم تكون كمية عندنا كبيرة وراهية. يلا. هذا التكتيك شايفين؟ جوانح. جوانح. واحد. جوانح. اثنين. ثلاثة. كلنا بنستخدمه ها؟ إيه بس على دفعات. عشان نسويه. نتبله كل شيء بالحال. نسويه بالطريقة هذه. شايف كيف؟ نفككه بهذه الطريقة. اوكي تمام. طيب نظبط الباقي. ريحه البصل. تمام. حلو حلو. شفت المويه؟ ايه. يلا. طيب شو نحط الحين؟ الان نحط الزيت. بهارات؟ حط البهارات. يلا. نفس البهارات اللي حطيناها. هنتبلها بعدين اخر شيء الزيت. الزيت يمسك. ايه. فلفل اسود، بابريكا. اتوقع يحتاج بابريكا زياده صح؟ زين زين زين. لا نحط حبس الماء. كثر. امسك سامي سامي. قل لا اله الا الله. ها. حط بصل هنا. هنا؟ اي ورانا بصل واجد. كم نقعد احنا عشان نخلصه؟ امسك امسك امسك. يس. اذا نظبطه هنا خلاص. اتوقع يكفي له صح؟ اذا ما كفى زدناه. هذه البابريكا. وهذا السماق. كثر البابريكا ولا خلاص؟ خلاص زين. والله حرام يا اخي ما ودي اخلصه انا. يجينا. ابو منار. ما يقصر. قرفه زياده. حطيت قرفه خلاص خلاص حطيت مكان في. إيه. طيب فلفل اسود تجيب لك؟ عندي عندي حطيت خلاص كفايه. طيب الملح. الملح لا تكثر. احنا ما حطينا بالدجاج ملح، بنحط اخر شيء لانه بيطلع قوي السد. علمني قل لي خلاص يكفي وكفي. كفي بس كفي ترى عندي السماق هذا حامض حلو. يلا طيب الصينيه
خلينا نحط نص البصل تحت الطبقه الاولى. اي ثم نجيب الدجاج. نجيب الدجاج. لا بس دقيقه خلينا نحط زيت. خلاص ولا زيت نغرقها بالاخير. لا نحط الان زيت عشان نصف الدجاج. نبي البصل تشرب. حتى حطيت البصل الذا فوق بيجي تحت. نبي تشرب فيه بس شويه دقيقه بس تشرب بسيط. خليك يكفي واحد واحد قل تخنقل منه شوي عشان نحطه فوق من خاطرك. يا حبيبي انا انصف الان الدجاج بالشكل دجاجو دجاجو. فوق ذا راح تعدى. ايه كل ابوه الحين ندقها زيت زيتون. زيت زيتون بعدين بصل. شايف كيف؟ طيب خلينا نغطيها بصل بنفس المقاس. جت حلو. ترى السماق يحب البصل. السماق السماق مسخن مسخن مسخن. مو يحب البصل هو مسخن. هو بصل فيها بصل وزيت زيتون. عيش الجو يا حبيبي. غرق ابوها. شلون؟ في الحين المرقه وزيت زيتون. عندنا مرقه جاهزه مصلحينها قبل لحم. المفروض نحط مرقه الدجاج بس اللحم يمشي يبدو الغرض. هذه المرقه مرقه اللحم. بسم الله والله بارنا مرقه الدجاج. لا 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 نجربها. انا ترى من النوع اللي انسى. هذه مجمده كامله شهر. وش المجمده؟ المرقه شغل اليوم يا حبيبي. اليوم طبخنا لحم مزبط فيها جل. إيه؟ سامي توقعت ان جبت ذي اللي بس 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 بس. طيب ندق زيت زيتون الان. يلا غرق. ما شاء الله تبارك الله. زيت الزيتون هذا المسخن طريقته. لا حد يزعل ويقول ما نحط مويه ما نحط مدري وشو. طريقه سامي. اي احد عنده مشكله يروح لسامي. الطريقه الثانيه الاصليه معروفه. ينطبخ الدجاج وبعدها نفس التكنيك. طيب احنا سويناها كلها نبيها بالفرن ساعه ساعه 10 ساعه 20 تقريبا ونشوف تبخر ونحمرها ونوريكم اياها. يلا طيب بنطبخها ثم بنشيل القصدير ونخليها تتحمر. اوكي اوكي يلا. اكتم ابوها كتم. ساعة ونص. ساعة وعشرين دقيقة. ساعة وعشرين دقيقة وبنحمرها. 180 خليها تمخمخ. طبق جاهز ان شاء الله. زبط. اخذ كم تقريبا ساعة ونص. ساعة 25 دقيقة بالضبط. بالضبط. يمخمخ. شلون؟ شوف شوف شلون؟ شوف شوف. كفو 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 ما شاء الله تبارك الله. دجاج متجمر وما هنزيمن. متجمر ولا اروع. الله. طيب الحين شو بنسوي سامي؟ تقديم. تقديم تقديم اهم مرحله. المرحله الاولى عندنا الخبز. هذه رقائق القرصان. طريقتنا قلنا طريقتنا احنا. شايفين كيف حتى شويه نرطبها. الشباب يبون يتعشون. يلا يلا روح روح روح. هذه الثانيه. ثانيه بقى الثالثه. الحين هذه الثلاثه. ثلاثه. اوكي شفتوا كيف؟ يلا ايوه الله. يلا الحين البصل ترى. ها ايه اهم شيء البصل. حطها هنا بس على طرف. اوه طيب الان ها كسرات. كسرات اهم شيء. هم يحطون سنوبر. احنا استخدمنا اللوز سنوبر. غش شوي. لا مو غش نص غش هذا اللي موجود عندنا اليوم. طيب يلا سهل على الناس بعد. صح تمام. هذه الخيار باللبن. الصوص حطه على جنب. الصوص يصير كذا بس بعدين نغط وناخذ. شلون؟ سهلة ولذيذة. جربوها وتنسونها بالبيت. طب خلينا نجربها احنا عشان نتأكد. أنا متأكد جربت قبل. مشلعة شوف. يلا 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 بسم الله. أيوه ما شاء الله. اكشف 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 يلا. ما شاء, ما شاء الله. الله تبارك الله. نقول بسم الله. توكل على الله. يلا خلينا نبدأ. نبي هذا قرصانك. يلا هذه بتجربها بدون قرصان. شوف 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 تعال 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 تعال. شلون ذوبان؟ شمرة زيت الزيتون بس اهم شيء. شلون ذوبان؟ ان شاء الله تبارك الله. حدينا النار. ماخذ نكهة من ال من البصل من تحت. السماق اي. بصل. شلون؟ شوف 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 البصل ده محترق متقمر. ترى زين. اي اي انا واحد ثاني متقمر بعد. هذا هنا. بسم الله بسم الله بسم الله. عافية. ما شاء الله تبارك الله. شغلنا متكتك. شغلنا متكتك. سهل.
نحط شويه بصل بعد مع المكسرات. صوص ابو حمود. يلا 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 صوص ابو حمود. يلا نغطس ابو الصوص كذا. بسم الله. بسم الله. جربوا على طول والله ما يبيه شيء. والله سهل. ها جم عمار. جبنا الخبير. قل الصدق صلح احسن منها. لا اتحدى. يعني يا ويلك تقول شوف يعني واحد هو خيكون مسوي دايت وقال تخرج. لا دايت انا بدايه على المصدر. وشو دايت وشو دايت؟ دجاج زيت زيتون. زيت زيتون دجاج بصل زيت زيتون. شوف عمر بلا دايت بلا هم. لا خش يا حبيبي خش خش. ما اقدر اسوي دايت ده. والله مدكتك يا جماعه. ترى انا ماني يعني صحيح اني متعصب للاكل هذا لكن والله زين ما شاء الله ما بقى شيء نبت. شيل من تحت شيل من تحت. عظام 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 عظام. اسمعني الله يرضى عليك. ها تاكد عظام تيره. طيب ما بقى شيء. لا ما بقى شيء. البصل لذيذ بس البصل. شكرا لكم جميعا. شكرا سامي. ان شاء الله نلحق على اشياء جميله.